ايمتى بتجبر حالك تتفائل؟ هلا ما بجبر حالي اتفائل لانه دائما متفائل يعني، واوقات اللي بتمر اشد يعني بفائل حالي اكثر يعني، مجرد انه بشوف الشغلات الايجابيه. بجبر حالي اتفائل لما احس انه خلص فقدت اي وسيله ثانيه للشيء اللي انا عم دور عنه. ما في داعي لاجبر حالي لانه ما في شيء اسمه تفاؤل. وقت يعني بتضايق كثير وبحزن او هيك بقعد لحالي هيك بفكر وباخذ شويه هيك افكار وبتفائل. بالحالة الطبيعية أنا متفائل دائما الحمد لله، لأنه إذا ما عشت على التفاؤل ما حقدر أعيش أبدا. متفائل كل يوم الصبح بس فيق بس كون مبسوط. متفائل على طول، أنا متفائلة على طول الضحكة والشي يعني عايشين بهالحياة وعايشين، إجباري بدنا نتفائل. وقت ما نكون بواقع مثل هاد إجباري بدنا نجبر حالنا أن نتفائل القادم أحسن. تمام؟ فكلياتنا أمل أنه يكون اللي جاي أحسن من هلأ.